בדיחות יפות. الولاية نازلة معاك بمايوها أصفر، تطلعها بمايوها أزرق يعني تيجي إزاي؟ جميلة الصوت يا عم، كان أزرق. إزيك يا دي إبراهيم؟ ناجي باشا هطلع. إزيك يا باشا؟ وحشني. إيه هتحضني وأنت مبلول؟ من فرحتي، ده أنا مش مصدق عينيا. يلا غير هدومك وتعالى لي، أنا مستنيك في اللوبي. حمامة، فين أيامك يا باشا؟ إنما سيادتك ما قلتليش إحنا هنبدأ إمتى يا باشا؟ نبدأ إيه؟ نبدأ التمرين؟ كل حاجة هتعرفوها في الوقت المناسب. نعرفها؟ هو في حد غيري يا باشا؟ أيوه. الباشا الكبير وعم الشباب كلها، والله أنت منور شرم. حسام المصري. إبراهيم. ايه يا راجل والنبي النطة اللي انت نطيتها في الاولمبياد دي؟ ده انت كان شكلك عبيط قوي. بعد اذنك يا باشا انا ماشي. استنى عزام. يا باشا انا ما اقعدش مع الاشكال دي في مكان واحد، الواد ده لسانه طويل وعليا النعمة هضربه، وانا لحد دلوقتي عامل اعتبار لوجود سيادتك. شوف يا باشا، احنا ما بنتشطرش غير على بعض، انت كنت تشطر على الواد الامريكاني اللي خد منك الميدالية. والله يا باشا لو تشوف منظره وهو بيتضحك على الارض تفطس على روحك من الضحك، ده انا كنت هموت. يا ده هتغاب عليك يالا. ايه ده انت هتضربني ولا ايه؟ اخرس يا كلب انت وهو. هتضربوا بعض قدامي؟ اقعد يا ابراهيم. خدامك يا باشا. اقعد يا حسام. اقعد. هقعد فيكوا واحد واحد، احنا في فصل هنا ولا ايه؟ بدايه منيله بنيله زي وشكم. انا الحق عليا اللي فكرت اعتمد على عيال هبل زيكم. اعتمد يا باشا عليا وانت مغمض، انا سداد. الشغلانه اللي انا عايزكوا فيها دي عايز رجاله. طالما الشغلانه عايزه رجاله يا باشا، هيما هيعمل معانا ايه؟ شوف يا باشا، شوف هو اللي بيجر الشكل ازاي وانا قاعد ساكت. لا انا راجل قوي يا بتاع الاولمبياد، واسال شرم كلها على ابراهيم العزقلاني، ده بيجوا بالطلب. ولو عايز تشوف الرجوله اوريها لك. توريني ايه يا قاد يا اهبل؟ انت ناسي اخر مره رنك علقه موت. انت عشان خدتني على اخوانا، بس لو راجل لراجل وش الوش والمصحف لعلم عليه. اخرس يا كلب انت وهو، محدش يتكلم فيكم. انا بس اللي اتكلم هنا. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. There he is. Go and get him. قطعنا كلام سيادتك. ايه بقى يا باشا الشغلانه اللي حضرتك عاوزني فيها بالظبط؟ اول حاجه لازم تعرفوها، الشغلانه دي ممنوع فيها الاسئله تماما، مفهوم؟ مفهوم يا باشا، بس ايه بقى هي الشغلانه نفسها اللي ممنوع فيها الاسئله؟ هتفضل طول عمرك غبي يعني؟ الباشا بيقول لك ممنوع الاسئله برضه بتساله؟ مش هتقدم استقالتك من الاوتيل قبل ما نمشي؟ اقدم استقالتي؟ ما هي اتقدمت واتقبلت يا باشا. اظن بعد اللي حصل ده مش هتمسكوا بيا قوي. وانا في رايي يعني عشان نبدا الشغل على طول احنا ناخدها اسح كده لغايه بره حالا، والا هنلاقي امن الاوتيل كله فوق دماغنا. ماشي يا باشا؟ يلا يا ابو الكباتن وريني جمال نطتك، احنا في الباركينج يا باشا. بعد اذنك يا باشا. يا استاذ، يا استاذ، هم راحوا فين؟ نعم، هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ في ثلاثة نايمين هنا ما حدش يصحيهم. لا انا بتكلم على الاثنين التانيين، ابراهيم والواد اللي كان معاه. حسام. ايوه حسام وابراهيم. مالهم؟ راحوا فين؟ في الزمالك، عاملين شغل زي الفل. السلام عليكم. انت مش خريج اداب قسم عبري يا ابراهيم؟ ايوه يا باشا. طالع الاول على الدفعه؟ بامتياز.
طيب ما تعينتش مهيد ليه؟ عشان عارف شومة واحدة زميلته في الكافيتيريا يا باشا. انت مالك انت ايه اللي دخلك؟ الباشا بيسألني انا. هيكون ليه يا باشا؟ الوسايط عينوا الخامس والسادس والسابع ولاد الأساتذة. ولاد الأساتذة. ولاد الأساتذة. انت كنت عايز تتعين معيد ابراهيم؟ عاوز الحق يا باشا، قلت احسن ان جت منهم. وايه حكايه الطالبه اللي ظبطوها معاك في الكافيتيريا دي؟ دي عالم من نفسنا يا باشا، جواها سواد وغل بعيد عنك. دي بقى ضريبه النجاح اللي بيقولوا عليها. ضريبه نجاح يا فاشل، قد نزل في الجورنال وعليها صوره قد كده يا باشا، مكتوب تحتيها فضيحه ابراهيم العزقلاني. يا باشا انا معرفهاش، البنت كانت قاعده في الكافيتيريا وداخل ومفيش غير انا وهي، اسيبها تفيص؟ قعدت ادلك لها رقبتها وعمل لها تنفس صناعي، فجأة روح داخلين عليا واخديني على امن الكلية، لعبة ومعمولة عليا يا باشا. غاوي انت تنفس صناعي يا ابراهيم. هو مش موضوع غاوي، بس حضرتك حط نفسك مكاني، لو لقيت واحدة بتموت قدامك وفي ايدك تنقذها، هتسيبها تموت يا باشا؟ أكيد هتعمل لها تنفس صناعي. والنظام ده لو فطس هتعمل له تنفس صناعي برضه؟ لا دي تغور في 60 داهية، ده أنا لو عملت لها تنفس صناعي نفس أنا اللي اتقطع. اوكي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جو لاست 1 اوكي اوكي. انا شايف تحسن بس احنا ماشيين ببطء شويه، كان ممكن نعمل شغل احسن من كده. بص انت اهم حاجه تاكل بغباء وتشيل حديده تقيله وتفرج على نفسك بقى. قول لي انت بتاكل لحمه قد ايه؟ كيلو في اليوم. كم؟ كيلو. كيلو؟ وده بقى مستورد ولا بلدي؟ انا عارف، هو اللي بيتحط قدام البزيحه. لا طالما كده بقى الف هنا والشفه ومطرح ما يسر يمر ابو كبات. يلا كمل يا ونش. بص بقى انا هسيبك شويه 5 دقايق كده وارجع لك على طول. اوكي يا كوتش. ماشي. يا باشا سعادتك تؤمر. سعادتك بس ابعتوا لي في الجيم هنا لمده اسبوعين وانا هرجعه لك بطل العالم في كمال الاجسام. مش هتعرفه سعادتك خالص. الله يخليك. على فكره يا باشا أنا ما بقبلش عندي أي حد في الجيم، كل اللي عندي ولاد ناس كبار، ناس باشوات زي حضرتك يعني. الله يخليك يا باشا، مع السلامة. يا تهان في إيه؟ كنت عايز سلفة رؤوفية. سلفة؟ يا ابني أنت لسه واخد الراتب بتاعك مالكش 3-4 أيام، لحقت صرفته؟ أيوه دول 800 جنيه، 800 جنيه هيعملوا إيه؟ أنا باكل لحمة بس في الشهر ب 1000 جنيه. وتاكل لحمة ليه؟ ما الناس كلها مقاطعة اللحمة، إيه؟ ما بتقراش جرايد؟ ما بتشوفش تلفزيون؟ مع احترامي لحضرتك، الدنيا كلها تقطع اللحمة إلا أنا، أنا لو عملت كده هبوظ اللي بقالي سنين بعمله وجسمي هيروح. وأنت تاكل لحمة غالية و90 جنيه ليه؟ ما في لحمة صومالي ولحمة أثيوبي وفي لحمة كمان مجمدة ورخيصة جدا وكويسة. إن شاء الله تكون لحمة حمير، هو أنا اعترضت أروق بإيه؟ اسمع تهامي. انت تكيف حالك على الراتب اللي بتاخده وتمشي امورك على كده، بعدين انا هحل لك مشكله اللحمه ازاي اذا كانت الدوله نفسها مش عارفه تحل مشكله اللحمه؟ احلها لك انا؟ تهامي ارجع لشغلك انا مش فاضي. انت بتعيطي ليه دلوقتي بس يا نوسه؟ ما انت كمان بتعيط اهو. لا هو في راجل بيعيط؟ بعدين انا عايزك تجمدي، برودة اسود قد الدنيا وبتعيط ازاي؟ انا مش قادره اتصور ان انا عايش من غيرك يا حبيبي. اهو نسيبنا بقى يا نوسه، هنعمل ايه؟ ابوك وامك عندهم حق، اذا انا مش قادره اكفي نفسي هكفيك انت ازاي؟ وهفتح بيت منين؟
بص يا حبيبي، انا مستعده استحمل اي حاجه، هسيب الدنيا كلها علشانك، بس ما تسيبنيش يا تهامي. حتى دي كمان يا نوسة ما نقدرش نعملها. ابوك وامك ما عملوش حاجه وحشه معايا، انا اللي قصرت. صحيح غصب عني، انما هما ذنبهم ايه؟ اهلك عايزين يطمنوا عليك يا نوسة، وده حقه. يا تهامي انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عايز تسيبني بعد كل ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ حتى الدبله نوسه كنت انت اللي جايباها على حسابك. انا ما استاهلكيش، انا انسان فاشل.